مثلا لو نفس مثلا الاستاذ او اي شخص ما يشوفه الاسم اللي انت تبغاه حق الواو يصير نص مركب هي على شكل رابط يعني لو قلت له تحديد ضغط على المشاركه انت نسخت الرابط مال كامري زين الصفحه اللي انت سويتها الصفحه اللي انت سويتها مو انا كامري الصفحه الثانيه لك نص حاجه جديده نفس الشيء تقدر تنسخ نفس الرابط اخذت الفكره الحين حتى الى جوجل رابط الى يوتيوب رابط زين عندي استفسار اذا ابغى واحد في المدونه كيف بنشئها التدوينه يمكن قصد التدوينه نفس هذه التدوينه يعني اللي مال كامري قصد التدوينه ها عبد الله اي الصفحه تقدر تروح لها من نفس الصفحه نفس اللي فيها عرض وكذا
صفحة دايها يقول لك حد أو تبغى تشارك. شفتها حسن أنت له. نفس اللي فيها عرض وتحرير فيها حد. يعني المدونها. إذا هو يقول لك هني على شكل كامل شوف تضغط عليها. مدونة يا حسن يعني هذه كلها اللي قاعد يسويها كل الأشياء اللي داخلها كل التدوينات هذه يسموها مدونة زي مدونة الوورد بريس داخلها تدويناته داخلها الصفحات داخلها كلها بس في واحدة منهم المشاركات هي التدوينة طيب تبدأ استاذ والله أنا بنشر تدوينة عليكم بشكل مباشر مثلا لا موقع ولا برنامج النشر لما تنشر التدوين اللي سويته الحين انا ايه ابغى انشره لموقع مباشر على طول من هيك موقع النشر يعني لو موقع ثاني مو للبلاجات ترد توقف عليها توقف عليها وش مكتوب تحت من ضمن الخيارات مشارك نشر لموقع ثاني على طول استاذ لا هذه الى موقع ثاني اضغطها وش يقول؟ جوجل بلس بيشاركها في جوجل بلس غير كذي انت اذا سويت لها عرض سوي عرض عبد الله وش طلع هني فوق؟ طلع رابط حقها هذا تقدر وش تسوي فيه؟ تنسخ هذا الادرس اللي فوق ويصير رابط في احد البرامج الثانيه الحين حتسوي لك ثيم حق نفس المدونة في تخصيص حق الجوال في تخصيص حق نفس الكمبيوتر اللي طالع في الكمبيوتر كلها تخصيص حق الكمبيوتر طبعاً بيطلع لك هني نماذج يعني اللي شفناها من البداية زي شكل المدونة تشوفه بيطلع اها له شكل ايه شكل خلفية ثيم دائما الناس سموه ثيم تعريف حق سمة يعني الشكل الكامل الالوان ديزاين خلفية خلفية تروح إلى الخلفية وفي صورة محفوظة إذا ما تبغى أقول لها إزالة الصورة مثلاً وتدخل تقدر تحمل صورة من عندك سوي تحميل سوي تشوز فايل تختار الصورة المستندة أيوة صورة أيوة أي شيء تقدر نفس الصورة أنت تقدر تخليها أو عندك هني صور عديدة إذا تبغى تختار صورة منها بعد ما خلص إحنا اخترنا هذه الصورة نقول له تم بعدها إذا خلصت من بتنبه نقول له تطبيق المدونة خلاص بعدين من تدخل المدونة على طول يطلعك على نفس الشكل المطلوب إذا خلص تطبيق المدونة صار زي القامر ترجع على طول تقول له الرجوع للمدونة تدخل هني فوق الزاوية هذا عند ملف الشخص تدخل عليه تقول له التحرير حق الملف الشخصي إذا تبغى تشارك يعني تظهر عنوان بريدك اللي أنت سجلت بالدخول تبغى يظهر تضغط الصح هني ويظهر على طول إذا تبغى تغير مثلا عنوان البريد أو اسم العرض يعني اسم اللي يطلع لهم على جنب أنت وش كتب اسمك مثلا إذا بتغير مثلاً وش يطلع طبعاً ده إذا بتسجل مكان ما أنت موجود مثلاً تضيف منطقة شعبية دولة إذا كنت تشتغل بعد تكتب إذا كنت تبغى طبعاً معلومات إضافية معلومات شخصية ما نشوف إذا غيرت لك ما خلص كل اللي حط إذا ما تبغى خلص كل اللي حط الله يعطيك العافية